الجيش السوري والمقاومة اللبنانية يسيطران على كامل سلسلة جبال الباروح ومعبر الفتلة في القلمون. معارك عنيفة في محيط مدينة تدمر الأثرية في ريف حمصة بسوريا بين الجيش السوري وداعش. داعش يسيطر على المجمع الحكومي في الرمادي وفرض حظر للتجوال في عدد من مدن الأنبار. عشرة جرحى فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية مع قوات الاحتلال في الذكرى 67 للنكبة. السلام عليكم. يواصل الجيش السوري وحزب الله التقدم في القلمون، وقد سيطرا على كامل سلسلة جبال الباروح ومعبر الفتلة في القلمون وفق ما أفاد به مراسل الميادين. المناطق التي تمت السيطرة عليها تربط بلدة رأس المعرة السورية بجرود نحلة اللبنانية. وقد أضاف مراسل الميادين بأن الجيش السوري والمقاومة يتقدمان في جرد رأس المعرة الذي أصبحت غالبية مساحته تحت السيطرة وسط حالات فرار جماعي وانتحابات للمسلحين نتيجة الضربات القاسية التي يتلقونها، كما جرى استهداف آليتين عسكريتين للمسلحين ما أدى إلى مقتل كل من كان فيهما. ومن السلسلة الشرقية لجبال لبنان ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين علي مرتضى. علي، ضعنا في أهمية وحجم المنجز اليوم. نعم رامية، نحن الآن نقف في مقابل سلسلة جبال الباروح والتي قامت المقاومة اللبنانية والجيش السوري بالسيطرة عليها بشكل كامل. المقاومة اللبنانية تقوم بتثبيت مواقعها وتطهير المنطقة، وبحسب ما أفدنا من قادة في المقاومة اللبنانية بأنه عمليات التطهير تجري على قدم وساق، حيث يجب أن يتم تطهير المنطقة بالكامل، خاصة أن عناصر جبهة النصرة قاموا بزرع العبوات والتشريكات في مختلف المواقع التي كانوا موجودين فيها. خلال تواجدنا هنا شاهدنا انفجار عبوة أو تفجير عبوة للتخلص من هذا الموضوع. كذلك فإن في قبل قليل سمعت أصوات القذائف التي تطلق نحو تلة صدر البستان. هذه التلة التي أفادنا قائد في المقاومة بأنها السيطرة عليها تنقسم بين المقاومة اللبنانية وحزب الله والمقاومة اللبنانية وجبهة النصرة، وبالتالي فإن الاشتباكات وتحصل في تلك التلة ويتم استهدافها بالأسلحة من قبل المقاومة اللبنانية. لا بد من الحديث بأن المسلحين انسحبوا بشكل تدريجي وبشكل سريع نحو جرود عرسال، والتي قيل بأن المقاومة وبحسب قائد المقاومة أو قائد العمليات هنا قال بأنه المقاومة عسكريا تستطيع الدخول إلى هناك لأنه لم يتحدث بالسياسة، وبالتالي لم يعطنا أي ملامح عن المستقبل ومستقبل العمليات. وأكد بأن المستقبل، وهذا كلام حرفي أنقله عن لسانه، قال بأن المستقبل يتحدث عن نفسه. قائد العمليات أيضا أشار لنا بأنه في خلال التغطية وبعض الإعلاميين وبعض الصحفيين الذين ذكروا بأسلحة نوعية استعملت ضمن أو أسلحة جديدة استعملتها المقاومة ضمن المعارك، أكد بأن لا سلاح استعمل سوى قدرة شباب المقاومة اللبنانية وتصميمهم وعزيمتهم. كذلك أشار بأن القتال لا يحصل بأعداد كبيرة من قبل المقاومة اللبنانية، بالعكس فإن الأعداد التي كانت لدى جبهة النصرة والأعداد الموجودة لدى المقاومة اللبنانية هي أعداد متوازية ومتساوية، وليس هناك من قدرة نارية تستعمل بشكل كثيف. وذلك خلال تعليقي على موضوع أن قيل على موضوع التحدي، يعني قال بلهجة التحدي حينما تحدث جبهة النصرة في هذه الجرود المقاومة بالقتال، وبالتالي أنقل عن لساني بالتحديد ما قاله بأن القتال يحدث رجل لرجل وليس هناك من أعداد كبيرة جدا في المقاومة اللبنانية تشارك في هذه العمليات. مسار العمليات العسكرية كما قلت في المستقبل يحدده المستقبل ويتم الإعلان عنه
فور حدوثه وفور قرار الجهة هناك. نذكر بأن المقاومة اللبنانية سوف تستمر في تثبيت مواقعها إن كان في طلعت موسى أو في جبال الباروح التي تم السيطرة عليها، وأيضا تثبيت المواقع الموجودة في الأراضي التي كانت موجودة في جبهة النصرة، والتي أصبح 80% من الأراضي التي كانت موجودة في يد جبهة النصرة بيد المقاومة اللبنانية التي تثبت أقدامها في تلك المنطقة وتؤمنها. عودة إليك رامي. شكرا لك علي مرتضى على هذه المروحة من المعلومات والمعطيات، وبطبيعة الحال سنكون مع كل جديد. أشكرك، كنت معنا من مشارف جبل الباروح الذي سيطرت عليه المقاومة اللبنانية والجيش السوري بالكامل. هذا وتستمر المعارك العنيفة في محيط مدينة تدمر الأثرية في ريف حمص بسوريا بين الجيش السوري وتنظيم داعش. مراسل الميادين أشار إلى أن المعارك تتركز على محاور المدينة الجنوبية والشرقية، وأن الجيش السوري تمكن من تدمير سيارة مفخخة عند المدخل الغربي للمدينة. تدمر في خطر، أنقذوها، صرخة أطلقها المعنيون بالأثار بعد اقتراب داعش من المدينة السورية الأثرية. المعارك العنيفة في محيط تدمر رفعت منسوب القلق من تكرار سيناريو الموصل والنمرود فيها. المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا دعت أطراف النزاع في سوريا إلى حماية ما لقبتها بجوهرة المواقع الأثرية في الصحراء السورية والمدرجة في قائمة التراث العالمي. أما المدير العام للأثار السورية مأمون عبد الكريم فاعتبر أن سقوط تدمر في يد داعش سيكون كارثة عالمية. تهديد داعش لواحدة من أقدم المدن التاريخية في العالم ظهر بعد سيطرة التنظيم على بلدة السخنة بالكامل الواقعة على طريق تدمر دير الزور، وهو ما يفتح الطريق أمامه إلى المدينة، واحد من المواقع السورية العديدة المدرجة في لائحة التراث العالمي. الشارع المستقيم والأعمدة الشاهقة الممتدة على جانبيه وقوس النصر والمسرح والمدرج والساحة العامة والمعابد والمتاحف، كلها تخبر عن تاريخ مملكة تدمر التي نافست الإمبراطورية الرومانية واعتبرت من أهم الممالك في تاريخ سوريا. الحديث عن اقتراب داعش من المدينة يعيد إلى الأذهان الخراب الذي حل بالآثار والحضارات في المناطق التي دخلها داعش، فيصبح من الضروري رفع الصوت عالياً. تدمر في خطر، أنقذوها. ومعنا من حمص عبر الهاتف مراسل الميادين طارق علي. طارق، لو تضعنا في حجم هذه المعارك بين الجيش السوري وتنظيم داعش، مدى قربها من المدينة الأثرية مدينة تدمر والتهديد الذي يمكن أن يطالها؟ نعم راميا، يعني نتحدث بداية عن موقع مدينة تدمر الجغرافية على الخريطة. تدمر تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حمص، وتبعد عن حمص المدينة إلى الشرق بحدود حوالي 160 كيلو مترا. طبعا ليست المرة الأولى التي تشهد فيها تدمر أو ريفها معارك عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش. عمد التنظيم خلال العامين الماضيين إلى مهاجمة آبار النفط في المنطقة عدة مرات، كآبار الهيل وجزل وحيان والبئر الشهير حقل حقول المعروف بحقل شاعر. دارت خلال الفترات الماضية اشتباكات عنيفة للسيطرة على هذه الآبار انتهت بمجملها لسيطرة الجيش السوري عليها. أما قبل يومين فقد عمد التنظيم قادما من الرقة وعدة مناطق أخرى لمهاجمة مدينة تدمر وريفها. بدأ العملية بمهاجمة محطة أرك والمحطة الثالثة، بالإضافة لمدينة السخنة التي تقع في المثلث تماما بين دير الزور والرقة وتدمر، وتبعد إلى الشمال الشرقي من مدينة تدمر بحوالي 45 كيلومترا. يعني لنكون دقيقين في التوصيف، الجيش السوري لم يكن متواجدا هناك ومعززا حيث الآليات والجنود، كان هناك حواجز متباعدة في مدينة السخنة. دخل تنظيم داعش إلى السخنة وأعلن سيطرته عليها بشكل كامل، ثم بدأ الهجوم على مدينة تدمر من ثلاث محاور رامية. نعم. تنظيم داعش نجح فعلا بالسيطرة على ضاحية أوقية العامرية شمال تدمر 4 إلى 5 كيلومترا. طبعا المعلومات قليلة من هناك، ولكن بحسب المصادر. طيب، وبحسب المعلومات، عذرا طارق، مدينة بجانبها الأثري، هل يطالها أي ضرر الاشتباكات؟ إلى أي حد هي قريبة أو هي ضمن هذا الجانب من المدينة؟ إمكانية تحييد هذه المدينة بالنسبة لتنظيم داعش، نعرف أنه لا يعير بال في عمليات الجيش، كيف تبدو الوجهة؟ نعم رامي، لكن يعني في الحديث عن المحاور التي هاجم منها داعش المدينة، كنت أخبرك عن المحور
الشمالي، ولكن أيضا المحور الجنوبي هو محور مهم لأنه محور المدينة الأثرية. المدينة الأثرية التاريخية لها خصوصية طبعا هنا في سوريا، هي واحدة من أقدم الممالك والمدن التاريخية، تقع إلى جنوب مدينة تدمر بنحو 2 كيلومتر فقط. يعني داعش خلال العام الماضي تمكن من الدخول إلى بعض المناطق ودارت اشتباكات، ثم فرض الجيش السوري السيطرة عليها آنذاك. الآن المخيف أن داعش سيطر على البساتين التي تقع إلى الجنوب من هذه المنطقة الأثرية باثنين كيلومتر. البساتين والمزارع تبعد أساسا عن تدمر 4 كيلومتر، وتتوسط هذه المسافة المنطقة الأثرية. الجيش السوري استخدم تعزيزات، يعني يفترض أن يبدأ بعمليات عكسية في المنطقة لحماية المدينة الأثرية. تدور اشتباكات ربما اليوم خفضت حدتها عن يوم أمس، لكن الجيش السوري يعمل بكل ما استطاع لحماية هذه المدينة وأن تبقى هذه الاشتباكات خارج حدود المدينة الأثرية في تدمر رامية. طارق علي مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من حمص، شكرا جزيلا لك. نبقى في الشأن السوري، حيث نفذت وحدة من الجيش السوري هجوما على المسلحين قرب حاجز الفنار في جبل الأربعين بريف إدلب، فيما يحاول مسلحو جيش الفتح التقدم في منطقة الجبل الاستراتيجي. محمد الخضر. جبل الأربعين محور رئيسي يستهدفه مسلحو جيش الفتح، تقدموا على حاجز الفنار ويحاولون تحقيق تقدم آخر على هذا الجبل المطل على مدينة أريحة، مدينة رئيسية مكتظة بالمدنيين وإحدى المدن الرئيسية التابعة لمحافظة إدلب. أهمية جبل الأربعين بالنسبة للمدينة، هو الجبل اللي حاكم مدينة أريحة والمدن، كل شيء مدن وقرى حواليها، يعني وحاكم طريق اللاذقية، طريق أريحة اللاذقية، وحتى طريق المسطومة وبيتابع طريق إدلب. الجيش السوري أحبط محاولات عديدة للمجموعات المسلحة للتقدم من جديد باتجاه جبل الأربعين، لجأ بشكل خاص إلى سلاح المدفعية والصواريخ، كما استخدم سلاح الجو، وكلها محاولات أدت بالفعل إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المجموعات المسلحة، وبالتالي الحد من تلك المحاولات للتقدم وتهديد مدينة أريحة. بدأت قوات الجيش بالتقدم تجاه نقطة الفنار، وهي في حال إذا نحن سيطرنا عليها إن شاء الله بتسقط معها النقطة التحتانية اللي هي المنشار، سقطت ناريا. هن تقدموا مبارح المسلحين على المنشار، ونحن اللي إن شاء الله اليوم أخذنا نقطة المنار، فبالتالي نقطة المنشار سقطت ناريا. يهدف المسلحون من فتح جبهة الأربعين والمسطومة وجبهات أخرى للضغط على الجيش السوري بهدف تشتيت سير المعارك، وأيضا لتخفيف ضغط الجيش السوري بشكل خاص على محاور جسر الشغور جنوب غربي إدلب. المعارك في محيط جسر الشغور لم تتوقف بالرغم من كل محاولات المسلحين لتشتيت الجهد العسكري للجيش. محمد الخضر من أريحة جنوب إدلب، الميادين. وفي ريف الحسكة أحكم الجيش السوري سيطرته على مفرقي صديق والبترول، ما يعرقل حركة مسلحي تنظيم داعش في المنطقة ويقطع خط إمداد رئيس لهم. وسع الجيش السوري وقوات الدفاع الشعبي المؤزرة له طوق الأمان على الحسكة، مفرقان استراتيجيان باتا تحت سيطرته بالكامل، بما يساهم في تضييق الخناق على داعش وعرقلة تحركه في المنطقة. بعد محاولة التنظيم التسلل إلى المدينة بشن هجمات في الجهة الغربية، استعاد الجيش السيطرة على جسر أبيض ومدرستي الدولية والأهلية وقرية الداودية، كما تمكن بالتعاون مع الدفاع الشعبي من التقدم في عدة مناطق في ريفي الحسكة الشرقي والغربي، فسيطر على أكثر من 10 قرى وعلى مفرقين استراتيجيين في جهتين مختلفتين من المدينة. مفرق صديق يربط الحسكة بقرية تل تمر، سيطرة الجيش عليه قطعت خط إمداد هام واستراتيجي لداعش. أما بسيطرته على مفرق البترول فيكون الجيش قد أحكم طريقا هاما وأوجد نقاطا جديدة تتيح له التقدم باتجاه ما يعرف بمفرق الشداد القديم جنوبا وحقل تشرين النفطي شرقا. الجيش يسيطر على أجزاء واسعة من الأنابيب والمضخات على خط النفط الواصل إلى حقل تشرين والذي يتجه نحو محطة أبيض وصولا إلى مصفاة حمص، ما يعد تأمينا جزئيا لخطوط النفط في ريف المحافظة الشرقي. إلى العراق، حيث فرضت شرطة محافظة الأنبار حظرا شاملا للتجوال في مدن الرمادي والخالدية والحبانية ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر. في غضون ذلك سيطر مسلحو تنظيم داعش على المجمع الحكومي وسط الرمادي، فيما تحاصر القوات العراقية مسلحي التنظيم في مستشفى المدينة.
أبقى في رمادي حيث وصلت تعزيزات أمنية للمشاركة في القتال ضد تنظيم داعش. التطورات هناك تأتي في وقت حذر فيه رئيس مجلس محافظة الأنبار من سقوط قضاء الجرمة وناحية البغدادي بيد تنظيم داعش. هي أعنف هجمات يشنها داعش على مدن الأنبار منذ دخوله المحافظة غرب العراق. 9 سيارات مفخخة لفك طوق حديث الأمني، 6 أخرى على شرق الأنبار، و5 مفخخات عند أطراف الرمادي، كل ذلك في محاولة للسيطرة على مساحات أوسع ومواقع استراتيجية هامة بضربات موجعة. حكومة الأنبار المحلية حذرت من سقوط قضاء الكرمة شرق الرمادي والبغدادي غربها بيد داعش، وهي طالبت بتعزيزات عسكرية عاجلة وسريعة خصوصا بعد سيطرة التنظيم على جبهة غرب الرمادي والحراريات عند أطراف الفلوجة، ما ترجم على الأرض بقوات النخبة وأفواج الشرطة الاتحادية التي دخلت الأنبار كتعزيزات إضافية منذ بدء الهجمات، لتشهد الرمادي وأطرافها اشتباكات هي الأعنف لا تزال مستمرة. داعش اعتمد أسلوبا جديدا يتمثل في تكثيف الهجمات الانتحارية وضرب الأطواق الأمنية لمناطق تقع تحت سيطرة الجيش العراقي، ما يوجب ردا من القوات المسلحة بأسرع وقت، وليس بأسلوب استرداد الأرض، إنما الاعتماد على ضرب التنظيم برا وقطع خطوط إمداده جوا في الأنبار وأطراف صلاح الدين شمال بغداد. فهجمات التنظيم في الأنبار قد لا تعني أنه يريد احتلال أراض وحسب، بقدر ما يضعه نصب عينيه من أرض ومصفات ونفط تنتجه باجي شمال تكريت. وفي أول تسجيل صوتي له بعد أنباء تحدثت عن إصابته، هاجم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الحكام العرب ووصفهم بالطواغيت، وقال إن حكام الخليج واليمن والعراق حلفاء للغرب، مضيفا إن الجيوش التي يتم تسليحها وتدريبها هي بهدف قمع الشعوب المسلمة. البغدادي أكد فشل عملية عاصفة الحزم التي شنها التحالف السعودي على مواجهة الحوثيين وفق تعبيره. شنوا حربهم المزعومة على الروافض في اليمن، وما هي بعاصفة حزم، وإنما هي بإذن الله رفسة قبل الموت من منازع في أنفاسه الأخيرة، ما يود أهل سلول عبيد الصليبيين وحلفاء اليهود أن ينزل على المسلمين من خير من ربهم، وظلوا لعقود غير مبالين بمآسي المسلمين في العالم عامة وفلسطين خاصة، ثم ظلوا لسنين متحالفين مع الروافض في العراق لحرب أهل السنة، ثم ظلوا لسنين يتفرجون على براميل القتل والدمار في الشام ويتلذذون ويستمتعون بمشاهد قتل المسلمين وسجنهم وذبحهم وحرقهم وانتهاك أعراضهم وسلب أموالهم ودمار بيوتهم على أيدي النصيرية، ثم يزعمون اليوم دفاعهم عن أهل السنة في اليمن ضد الروافض. ومن بغداد ينضم إلينا مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، إذن نحن نتحدث عن 3 مدن تحت حظر التجوال، وأيضا هناك تحذيرات من سقوط الجرمة وناحية البغدادي بيد تنظيم داعش، كيف يتطور المشهد وما الذي أدى إلى هذا التغير؟ نعم رامي، ما حصل هو أن التنظيم ومنذ أكثر من أسبوعين رصد أنه استخدم مقاتلين من الحدود العراقية السورية، وكان واضح أن الإدارة العراقية ولدى فرق إيران الجيش أن المقصود هو لشن هجمات والمشاركة في العمليات في الأنبار وفتح أكثر من جبهة. إذا ما نظرنا إلى خارطة الأنبار فإن داعش شن هجمات على حديثة شمال غرب الرمادي مركز المحافظة، شن هجمات على أطراف الفلوجة والحراريات شرق الرمادي، كذلك على الرمادي مركز المدينة وعلى الطريقة الدولية في ألف فراج وألف علوان، وكذلك على امتدادات إلى الرمادي مركز المحافظة مع الصحراء. وبالتالي ثبت أن داعش كما تأكد من معلومات قبل أسابيع يريد فتح جبهات مشاغلة لإسكان قواته أو مقاتليه الذين يشنون أكثر من هجوم على مستشفى جيش شمال تكريت مركز المحافظة. الثالث الآن كما علمت الميادين أن داعش اعتمد في هجماته على المقاتلين الأجانب، كذلك اعتمد على مقاتلين الأجانب في تنفيذ المجازر بحق المدنيين. حتى الآن كما علمت الميادين قرابة 200 قتيل من المدنيين
يد تنظيم داعش، أي في ارتفاع لحصيلة من قتلهم التنظيم من 70 ضحية إلى 200، وقد ترتفع كما علمة الميادين من شيوخ عشائر ألب ألوان في الرماد الذين كانوا يشاركون القوات الأمنية في هذه العمليات. داعش وقف الهجوم مع سوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية التي يدرك جيدا أن طيران الجيش قد لا يشارك، كانت هناك عواصف وقضبان رملية وسقط سيء جدا. اعتمد أسلوبا جديدا غير أنه استخدم مقاتلين أجانب، وهو أسلوب الهجمات الانتحارية المكثفة على المناطق التي يريد أن يسيطرها. طبعا معروف أن داعش يعتمد على أسلوب، هو أسلوب معرف في المصطلحات العسكرية الأمريكية بأسلوب الصدمة والرعب، وهو اعتمده يوم أمس سواء في سيارات الفخذ في حديثة غرب الرمادي مركز المحافظة، أو حتى في ثمان سيارات الفخذ ثمانها في أطراف الفلوجة وشرق الفلوجة بعدما سيطر على الحراريات. القتال الآن يدور في الرمادي مركز المحافظة، قوات الأرضية العراقية تحديدا تتواجد عند طريق الرابط بين الرمادي والقرية. بحسب مصادر أساس من الميادين فإن أعداد المقاتلين كانت قد شاركت بكثافة، وليس كما يعتمد داعش على أسلوب حرب العصابات بمجال مجاميع، هي عبارة عن 5 أفراد في كل مجموعة تهاجم، وإنما كان الهجوم بكثافة. طبعا التحذيرات كما وردت على لسان رئيس مجلس النواب صحيح بأن الحكومة يجب أن تسارع لتوجيه طلبات سريعة وموجعة للسيطرة على الأرض، وهو ما سنتابعه بطبيعة الحال. عبد الله دعني أشكرك حتى الساعة. عبد الله بدران مراسل الميادين كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن واشنطن ستدرس استخدام القوة العسكرية للدفاع عن دول الخليج إذا تعرضت لتهديد. وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة الخليجية الأمريكية في كامب ديفيد، أشار أوباما إلى أن واشنطن متفقة مع شركائها الخليجيين على أن اتفاقا شاملا مع إيران يخدم مصلحة الدول الخليجية. وفي الشأن السوري، أكد أوباما أنه تم الاتفاق على تعزيز وضع المعارضة المعتدلة لمواجهة التطرف. سطرت الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج ملامح سياستها المشتركة للفترة المقبلة تحت مسمى الشراكة الاستراتيجية الجديدة الذي ورد في البيان الختامي لقمة كامب ديفيد. البيان الختامي أكد أن واشنطن ستستخدم القوة العسكرية للدفاع عن شركائها الخليجيين، وكشف عن تأليف هيئة مشتركة لشراء الأسلحة بنحو أسرع من قبل دول الخليج والقيام بتدريبات مشتركة وتعزيز الأمن البحري. وفي هذا الإطار شدد البيان على التزام الدول الخليجية ببناء قدرات دفاعية صاروخية في المنطقة تشمل نظاما للإنذار المبكر، على أن تقدم واشنطن المساعدة الفنية. البيان تطرق إلى محاربة الإرهاب من خلال المسار العسكري المستمر في ضربات جوية في سوريا والعراق، ومن خلال تعزيز الإجراءات لمحاربة تمويله. إيران حضرت بندا أساسيا في البيان الختامي الذي اعتبر أن الاتفاق النووي الإيراني يخدم المصالح الاستراتيجية لأعضاء مجلس التعاون وكذلك للولايات المتحدة والمجتمع الدولي. في المقابل طالب المجتمعون إيران باتخاذ خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وتسوية الخلافات مع جيرانها بالطرق السلمية. في الشق السوري، أعلن المجتمعون التزامهم بمواصلة العمل لإيجاد حل سياسي مستدام ينهي الحرب ويشكل حكومة تحمي الأقليات العرقية والدينية ويحافظ على مؤسسات الدولة. المجتمعون اعتبروا أن لا دور للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا، مؤكدين بالموازاة دعم الجهود المتزايدة للحط من قدرات داعش. وحول اليمن، توصل الجانبان إلى ضرورة تحول الجهود من مستوى العمليات الحربية إلى مسار سياسي يستند إلى مؤتمر الرياض تحت مظلة دول مجلس التعاون وإجراء مفاوضات بإشراف الأمم المتحدة. أما في الموضوع الليبي، فقرر القادة التحرك لإقناع جميع الأطراف الليبية بقبول اتفاق شامل لتقاسم السلطة على أساس المقترحات المقدمة من الأمم المتحدة والتركيز على مواجهة الوجود الإرهابي المتنامي في البلاد. في اليمن، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع شرف غالب لقمان أكد أن السعودية وحلفائها خرقوا الهدنة منذ ساعاتها الأولى. لقمان أكد أنه سيجري رد على تلك الخروقات. منذ أن بدأت
من الدقائق الأولى لها بدأت الخروقات تأتي من قبل العدوان. أهم الخروقات كما قلت، ومنها منذ الساعات الأولى تحليق فوق العاصمة صنعاء مستمر من ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم. والآن عندما دخلنا هذا المؤتمر وأنتم تسمعون المضادات الأرضية وطيران الاستطلاع يحلق، طيران الاستطلاع السعودي يحلق في سماء العاصمة وفي جميع المحافظات. هاجم مسلحو القاعدة والقوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مواقع للجيش اليمني في الضالع وخور مكسر وجزيرة العمال في عدن، وفق ما أفاد به مراسل الميادين. وقد أضاف أن مسلحي القاعدة وقوات هادي قصفوا بالدبابات نقاط الجيش واللجان الشعبية المؤيدة لأنصار الله عند خط الضالع ومثلث العند. وفي شبوة استهدف عناصر القاعدة مواقع للجيش اليمني بقذائف الهاون، فيما استهدف مسلحو القاعدة وحزب الإصلاح بعض الأحياء السكنية في تعز. للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مدير مكتب الميادين أحمد عبد الرحمن. أهلا بك أحمد، ونحن نطلب منك أن تفيدنا بطبيعة الحال بآخر التطورات، ونسجل يوميا خروقات للهدنة، هدنة الخمسة أيام. هل لك أن تقول لنا ما الذي بقي من الهدنة؟ ليس المقصود بطبيعة الحال الأيام، وإنما الإجراءات المصاحبة لها. نعم، هناك الكثير من الخروقات التي رصدت من قبل وزارة الدفاع اليمنية. تمثلت هذه الخروقات بالتحليق المتواصل لطيران الاستطلاع وأيضا لطائرات الأباتشي فوق الحدود اليمنية، وأيضا في عمق الأراضي اليمنية وفوق العاصمة والمحافظات الأخرى أيضا. حتى إلى ما قبل دقائق وبحسب مصادر محلية تحدثت للميادين عن إطلاق نار بالرشاشات في الحدود اليمنية من داخل الأراضي السعودية، وأيضا ضرب مدفعي وصاروخي تجاه مثلث شدة والحصامة في محافظة صعدة. أيضا هناك تحليق مستمر فوق المناطق الحدودية في محافظة حجة الحدودية، وهي واقعة إلى الغرب من اليمن، إضافة إلى إطلاق نار وأيضا قذائف ومدفعية. حتى أن سكان هذه المناطق يتحدثون بأن الهدنة لم تصل إلى مناطقهم بعد، أو أن هذه المناطق لم تدخل في إطار الهدنة. وهو ما أسأل عنه أحمد، ما الذي بقي من هذه الهدنة؟ ما هي الإجراءات التي يفترض كان أن نراها؟ حجم هذه الإجراءات التي كان يجب أن نراها في هذه الهدنة على الأرض؟ نعم، كان يفترض أن تتوقف هذه العمليات، يتوقف التصعيد على الحدود. هناك أيضا كما تتحدث مصادر محلية استهدافات سعودية على الحدود وبالقرب من الأراضي اليمنية. أيضا هناك التحليق المستمر، هذا كان الأمر كان يجب أن يتوقف. أيضا الحصار الجوي والبحري والبري ما زال قائما ولم يرفع حتى هذه اللحظة. أيضا هناك من يتحدث عن غارات تشنها طائرات التحالف تستهدف بعض المناطق الجنوبية، تحديدا في محافظة عدن الجنوبية وأيضا في تعز. وفي تعز اقتصر الأمر على بعض الطلعات والتحليق في هذه المدينة. هذا الأمر أيضا يتزامن مع اشتباكات متواصلة في مدينة تعز، و هذه الاشتباكات تركزت في العديد من الأحياء، وتحديدا اليوم مثلا تركزت في حوض الأشراف والمرور وجبل الوحش في المدينة. وبالتالي هناك حركة نزوح كبيرة من سكان المدينة بالانتقال إلى القرى البعيدة من هذه المواجهات. كما هو الأمر بالنسبة أيضا لمحافظة مأرب وسط اليمن، هذه المحافظة أيضا تشهد مواجهة عنيفة في منطقة صرواح. اليوم المصادر المحلية تتحدث عن هدوء نسبي في جبهة الجدعان، وهذا الأمر سمح بمرور ناقلات النفط نحو المدن الأخرى. أيضا هنا في صنعاء مثلا المشتقات النفطية وصلت إلى بعض المحطات، ولكن هذه المشتقات لم تخفف من الأزمة أو لم تنهي الأزمة بشكل عام. وبالتالي أيضا هناك تكدس للنفايات في الشوارع، وما زال هذا الأمر قائما حتى هذه اللحظة. وهذا الأمر فعلا ينذر بكارثة بيئية، هناك تحذيرات كثيرة. وبالتالي العاصمة صنعاء تحتاج لكمية كبيرة من المشتقات، وكما هو الحد بالنسبة للمدن الأخرى. وأيضا
تحتاج لكميات كبيرة من الإغاثات نعم. الإنسانية للنازحين الذين يتواجدون في العديد من المناطق في العاصمة وخارج العاصمة أيضا. أحمد عبد الرحمن مدير مكتب الميادين في صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. إلى أراضينا المحتلة حيث جرح ما لا يقل عن 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات جرت شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية. المواجهات اندلعت بعد نقل سلطات الاحتلال مئات المستوطنين من نابلس لزيارة قبر النبي يوسف في الخليل. وتأتي هذه الخطوة فيما يحيي الفلسطينيون في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية فعاليات ذكرى النكبة. وللوقوف على جانب من فعاليات إحياء ذكرى النكبة تنضم إلينا من قرية اللجون مراسلة الميادين هناء محميد، كذلك من قطاع غزة المحاصر ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد شلدان. وأبدأ معك هناء محميد، إذن هي قرية اللجون هذه القرية المهجرة، في رمزية هذا الاختيار لهذه القرية تحدثينا وضعينا في خلاصة ما أنجز ونظم من فعاليات. نعم رامية، يعني الفعالية هنا على أرض قرية اللجون التي دعت إليها حركة أبناء البلد ويشارك فيها يعني العديد من الفلسطينيين داخل أراضي 48 هي واحدة من مجموعة فعاليات ونشاطات مختلفة يقوم بها الفلسطينيون بتنظيم مختلف الحركات السياسية الفاعلة هنا في مختلف المناطق المهجرة. يعني أيضا هناك فعالية أخرى ومسيرة أخرى في على أراضي قرية الغابسية وأيضا على أراضي قرية إجزم المهجرة، تضاف إليها فعاليات مختلفة أيضا من قبل الطلاب مثلا الفلسطينيين داخل الجامعات المختلفة وإلى غيره يعني من النشاطات والفعاليات. هذه القرية تحديدا رامية هي تقع ما بين مدينة جنين إلى شرقها، يعني تقع مدينة جنين وإلى غربها مدينة حيفا، ومعظم أهلها الذين كانوا يسكنونها قبل العام 48 ويقدر عددهم بألف وثلاث 100 فلسطيني هجروا إلى مدينة أم الفحم أيضا القريبة من هذه القرية الفلسطينية المهجرة. طبعا حال هذه القرية كحال كل القرى الفلسطينية الأخرى، ربما من خلفي يعني ربما تلاحظين الحرش من خلفي، في داخل هذا الحرش تقع قرية اللجون تحديدا، هناك بعض الأثار القديمة لطاحونة ماء مثلا داخل القرية وأيضا بقايا المقبرة الإسلامية لهذه القرية. هذه يعني طريقة ريش القرى والقرى المهجرة هي طريقة إسرائيلية، يعني سياسة إسرائيلية ممنهجة من أجل طمس وإخفاء المعالم الفلسطينية والعربية من أجل أن لا يتعرف أي أحد، لا زائر من خارج البلاد ولا حتى الفلسطيني نفسه إلى يعني وهنا ربما وإلى هنا تاريخه وحضارته. تتكرس الرمزية بإحياء أيضا الذكرى فيها، وقامت هذه الفعالية في واحدة من هذه المناطق بما فيها قرية اللجون. وأنتقل إلى قطاع غزة المحاصر، له رمزية أيضا في إحياء هذه الذكرى. أحمد شلدان ضعنا أيضا في ما الذي ينظم من فعاليات في القطاع لهذا العام، وهل هناك ما يميز إحياء الذكرى في قطاع غزة المحاصر؟ نعم، نتواجد الآن في منطقة وسط مدينة خان يونس أي سوق خان يونس. هذه المنطقة قبل ساعة من الآن شهدت مسيرة حاشدة دعت إليها حركة الجهاد الإسلامي في ذكرى 67 للنكبة الفلسطينية. حركة الجهاد أكدت على وقوفها إلى جانب حق الشعب الفلسطيني ودفاعها عنه، وكذلك أكدت على ضرورة المقاومة وكسلاح وحيد لإعادة الحق الفلسطيني المسلوب. هذه واحدة من الفعاليات التي حدثت في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أيضا في مناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة على مناطق الحدود والتماس توجه عدد من الشبان الفلسطينيين وهم يرفعون أعلام فلسطيني وشعارات وهتافات تندد بالاحتلال وتطالب بحق العودة الفلسطينية. الاحتلال الإسرائيلي أطلق النيران وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشباب ففرق المسيرة، وكان هناك 4 إصابات تفرقت بعدها المسيرة، والإصابات وصفت بأنها طفيفة أي أنه لم يكن هناك إصابات خطيرة في تلك المواجهة التي حدثت في المناطق الشرقية الشمالية لقطاع غزة. هناك عدد من الفعاليات التي ستحدث على ستحصل على مدار هذا اليوم حتى مساء اليوم. سيكون هناك في مناطق شرق مدينة خان يونس لوحدها ربما فعاليتين أو 3 فعاليات فرعية وصغيرة ولكنها تعبر عن تمسك الفلسطيني بأرضه. الأطفال سيطلقون بلالين حرارية عليها أسماء القرى والمدن التي هجروا منها، وكذلك كبار السن ممن شهدوا النكبة الفلسطينية ستفتتح لهم بعض الخيام ليرووا القصص والروايات لما حصل ولتأكيد حق
بحمل مفاتيح العودة إلى بلادهم التي هجروا منها. الفعاليات اقتصرت هذا اليوم على هذه أو يعني الفعاليات اقتصرت على هذه النشاطات التي حصلت. نعم. أما ما يميز هذا العام عن باقي نعم. الأعوام الماضية فهو الحالة الصعبة التي يمر بها قطاع غزة. صحيح. حالة الدمار الكبيرة في جميع المناطق الشرقية لقطاع غزة جعلت الفلسطيني وكأنه يعيش النكبة في كل يوم ويعيش النكسة في كل نعم. يوم. إلا أن الحال الذي اختلف ثقة الفلسطيني بمقاومة التي قد نعم. تقرب المسافة بينه وبين موعد العودة إلى فلسطين. أحمد شلدان مراسل الميادين أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة المحاصر. ونشكر أيضا من قرية اللجون المهجرة الزميلة هناء محاميد، إذا مراسلة الميادين. يوم نكبة فلسطين تحييه الجمعيات الأهلية الفلسطينية في لبنان بمشاركة فاعلة للجمعيات الخاصة بالأشخاص المعوقين الفلسطينيين. سامي جلول. لمناسبة يوم النكبة أقام اللقاء التشاوري الفلسطيني احتفالا خطابيا في قرية مارون الرأس. يا ريت نموت وترابنا في فلسطين. نحن من حقنا أنه إحنا نكون هناك، نكون بفلسطين بأرضنا ببلدنا. قتلوا واغتصبوا هادو حتى الطفل المسكين ومحمد الدر استشهد. شاركت في الاحتفال ولأول مرة الجمعيات الخاصة بالمعوقين الفلسطينيين. من أول ما جينا ما عندنا غير كلمة لاجئ، نعرف أنه نحن لاجئين، بس نحن بعاد عن أرضنا هلأ أقل من 100 متر أو 200 متر، ما قادرين نفوت على أرضنا. لأني لبنانية نحن ما نسينا أبدا القضية الفلسطينية، وهي بالنسبة لنا القضية الأولى كعرب. الكلمات شددت على حق العودة وطالبت الحكومة اللبنانية بضرورة إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. ونقسم أننا لن نتنازل عن حقنا بأرضنا ولن نساوم أو نفاوض على حقنا بالعودة. كل الأوطان الجميلة في هذا العالم لن نجد وطنا أجمل من فلسطين. أنا فلسطينية والهوية عربية. وألقيت في الاحتفال القصائد الشعرية والأناشيد الحماسية. في يوم النكبة وبعد 67 عاما الفلسطيني يجدد العهد، لا أرض سوى أرض فلسطين ولا دولة إلا الدولة الفلسطينية. من الحديقة الإيرانية في قرية مارون الراس على الحدود اللبنانية الفلسطينية، سامي جلول، الميادين. مقبرة منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة شاتيلة في بيروت تضم رفات كل المناضلين من جنسيات وانتماءات مختلفة من العالم بسانت الراف. مقبرة شهداء فلسطين، مقبرة تضم رفات شهداء سطروا بدمائهم حقبة شاهدة على نضالهم ومقاومتهم وعملياتهم الفدائية. شهداء من جنسيات وانتماءات حزبية مختلفة التقوا في هذه الأرض التي تؤرخ شواهد مقابرها حلم عبورهم إلى فلسطين. مقبرة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت تاريخ نضال طويل. هذه المقبرة هي مثوى شهداء فلسطين وليس الشهداء الفلسطينيين. تجدين هنا الياباني أبطال عملية اللد في سنة 72، تجدين المسيحي أيضا، تجدين جميع طيوف الشعب العربي الذين ناضلوا من أجل فلسطين. أنا بتذكر أبو ماهر وهو مناضل شريف كف نظيف كان لفلسطين كلها. لا يمكنك أن تمر مرورا عابرا أو أن تستثني أيا من قبور أهلها، كل واحد منها اكتمال لوجع النكبة. أنا كل أسبوع بيجي على التربة بس لأعطي عهد للشهداء، نفس الطريق نختاروها هن واستشهدوا كرمالا نحن كمان رح نختارها. رجع الخي يما زغرتي له هالشهيد دمات ودين علينا ديه. بسانت الراف من بيروت الميادين.
صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية على حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة وخطوطها العريضة، وكان قد سبق نيل الحكومة الثقة بزار على توزيع الحقائب ولا سيما داخل حزب الليكود. منال إسماعيل. بعد نقاش عاصف حصلت الحكومة الإسرائيلية 34 برئاسة بنيامين نتنياهو على ثقة الكنيسة بأغلبية صوت واحد. الدراما التي سبقت المصادقة على الحكومة وبازار توزيع الحقائب تسببا بتأجيل جلسة منح الثقة الأولى لساعتين. البلبلة الكبيرة التي رافقت أداء الحكومة اليمين دفعت الرئيس الإسرائيلي الذي أتى إلى هنا للمغادرة بسبب الفوضى الحاصلة. خلافات اللحظة الأخيرة والأجواء التي رافقت نيل الحكومة الثقة كالتهكم على نتنياهو أثناء كلمته. دفعت المحللين السياسيين إلى اعتبار ما حصل بمثابة فشل شخصي لنتنياهو. ما حصل هنا يعكس فشلا سياسيا واضحا لنتنياهو. انظري كيف أن رجلا واحدا لم ينجح في إدارة أمر بهذا الوضوح. نتنياهو يعرف كيف ينتخب ولا يعرف كيف يعمل. فيما عمد مراقبون إلى مقاربة إدارة نتنياهو لمفاوضاته الائتلافية مع تلك التي قد يضطر إلى إدارتها على الساحة الدولية. نتنياهو بعرضه لحكومته قدم لنا نموذجا سيئا عن إدارة المفاوضات، ويجب التذكير بأنه رئيس الحكومة نفسه الذي انتقد أسلوب إدارة أوباما للمفاوضات مع إيران. انتقادي هنا ليس بسبب الفقاعة الداخلية للسياسيين الذين تبعد الجمهور، إنما بسبب الصورة التي طبعت هنا من أن نتنياهو ناكر للجميل ويخضع لخصومه ولا يفهم إلا بالقوة. نيل الحكومة الثقة وضع حدا للماراثون المضني الذي حاول نتنياهو خلاله توزيع الحقائب على أعضاء الكنيسة، مع الإشارة إلى بقاء الرجل الثاني في حزب الليكود جلعاد إردان خارج التشكيلة الوزارية. الأجواء التي رافقت تشكيل الحكومة دفعت مراقبين إلى القول إن حدث أداء الحكومة اليمين الدستورية تحول إلى مهزلة كبيرة، فما بدأ قبل شهرين كفوز مفاجئ وجارف خلافا لكل التوقعات تطور إلى قصة مضنية ابتزازية وعنيفة، وانتهى كمهزلة مربكة بل بعار وغضب. أهلا بكم. تنظم نقابتان موظفي وزارة الداخلية والنقل في تونس إضرابين بين 19 و21 من الجاري على خلفية عدم إيفاء الحكومة بتعهدات سابقة ولا سيما المشاريع الإصلاحية منها. يأتي الإعلان عن الإضرابين فيما حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهو المنظمة النقابية الأكبر في البلاد من تصاعد منسوب الغضب في مناطق الجنوب إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة ومطمئنة للمحتجين هناك. أيضا في تونس كشف وزير المالية سليم شاكر أن بلاده ستضطر للاقتراض لسد فجوة الزيادات في الأجور والمقدرة بنحو 315 مليون دولار. وأوضح الوزير أن الاقتراض سيبلغ 300 مليون دولار، وهي كلفة الزيادات التي وقعتها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تشمل نحو 800 ألف موظف في القطاع العام. وكان وزير المالية قد صرح أن تونس تحتاج إلى 1,300 مليون دولار من حجم التمويلات الأجنبية لسد العجز في الموازنة. كشف وزير الاستثمار السوداني مصطفى عثمان أن بلاده تصدر كامل إنتاجها من الذهب إلى الإمارات بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا بمعدل يصل إلى نحو 50 طنا. ارتفع حجم التبادل بين البلدين من 1,600 مليون دولار عام 2013 إلى 2,600 مليون دولار العام الماضي. وأوضح وزير الاستثمار السوداني أن حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان قدر بنحو 11 مليار دولار نهاية العام الماضي. قال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في العراق سامي الأعرجي إن 40 شركة أجنبية قدمت عروضا لإنشاء مطار الفرات الأوسط الدولي في محافظة كربلاء بكلفة 2 مليار دولار. وأنجزت شركة فرنسية متخصصة العام الماضي تصاميم مطار كربلاء الدولي مقابل 42 مليون دولار، فيما عوضت الحكومة الاتحادية عشرات المزارعين بنحو 3,300,000 دولار ممن سحبت أراضيهم لصالح المطار.
زاد أعضاء الكونغرس الأمريكي ضغوطهم على إدارة باراك أوباما لاتخاذ موقف حاسم من شركات الطيران الخليجية المتهمة بتلقي دعم حكومي غير عادل. وكان الكونغرس قد اتهم 3 شركات طيران خليجية، هي طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، بتلقي دعم من حكوماتها يصل إلى 42 مليار دولار، ما مكنها من خفض أسعار التذاكر وإخراج منافسيها من بعض الأسواق. ويطالب الكونغرس بالتحقيق مع هذه الشركات بحلول 20 من الشهر الجاري. قال وزير الطاقة والثروات المعدنية الإندونيسي سودرمان سعيد إن رئيس البلاد جوكو ويدودو وافق على خطة انضمام بلاده من جديد إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بعد 7 سنوات من خروج أكبر منتج للخام في جنوب شرق آسيا من هذه المنظمة. واعتبر سعيد أن عودة بلاده إلى أوبك تسمح لها بالمشاركة في السوق لكونها أحد أكبر المشترين، وعلاقاتها تكون مع المنتجين وليس المصدرين. نكتفي بهذا القدر من الأخبار ونعود من جديد إليك رمياء. شكرا لك إليسار. قدم رئيس التيار الوطني الحر في لبنان العماد ميشيل عون قدم اقتراحات عدة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، ودعا لاعتماد الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، علما أن البلاد تعيش فراغا رئاسيا منذ نحو عام. الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى مسيحية والثانية وطنية، والناجح في هذه الانتخابات تثبت رئاسته في مجلس النواب. القيام باستفتاء شعبي ومن ينال الأكثرية ينتخبه المجلس. ثالثا، يختار المجلس النيابي بين الأول والثاني من الموارن الأكثر تمثيلا فيه. إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية وعلى أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. عون انتقد تطبيق اتفاق الطائف ولوح ضمنا بسحب وزرائه من الحكومة عندما سأل عن جدوى استمرارها وإخفاقها في مواجهة أزمة النزوح السوري. إن الحكومة الحالية وجدت بتسهيل وتنازل منا، فماذا يبقى من داع لوجودها إن هي تخلفت عن واجبها الأمني الأول بتأمين الشرعية للقيادات الأمنية. 2، وعن إلزامية تنفيذ قراراتها المتعلقة بأزمة النزوح السوري التي تشكل أخطر أزمة وجودية للبنان في تاريخه المعاصر. أهلا بكم. للمرة الأولى في تاريخه تأهل دنيبرو إلى نهائي بطولة يوروبا ليج بعد تغلبه على نابولي في إياب نصف النهائي. فوز الفريق الأوكراني على أرضه بهدف من دون مقابل لم يكن مفاجئا، فهو فرض التعادل على الفريق الإيطالي ذهابا بهدف لمثله. دنيبرو تأهل للمرة الأولى إلى نهائي أحدى المسابقات الأوروبية. أفضل إنجاز قاري له كان الوصول إلى ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة مرتين. أمل دنيبرو أن يصبح ثاني فريق أوكراني يتوج باللقب بعد شختار دونيتسك عام 2009 لن يكون سهلا، فالمنافس في المباراة النهائية هو حامل لقب إشبيليا الإسباني. الفريق الأندلسي جدد فوزه على مضيفه فيورنتينا الإيطالي بثنائية، حيث تغلب عليه ذهابا بثلاثية. فريق المدرب أوناي أمري يسعى إلى التتويج باللقب الرابع، سينفرد بذلك بالرقم القياسي متفوقا بفارق لقب على إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وليفربول الإنجليزي. في دور السلة الأمريكي للمحترفين NBA، ليبرون جيمس يعبر بكليفلاند كافاليرز إلى نهائي المنطقة الشرقية على حساب شيكاغو. الملك كان على بعد متابعة واحدة ليحقق الثلاثية المزدوجة، سجل 15 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة والتقط 9 متابعات، فقاد الفريق الضيف إلى تحقيق الانتصار الرابع مقابل فوزين لشيكاغو. بالرغم من الخسارة كان جيمي باتلر أفضل مسجل في اللقاء مع 20 نقطة، لكنه لم ينجح في قيادة شيكاغو إلى تعديل السلسلة. في أخبار الكرة الصفراء، كبار اللعبة يحجزون مقاعدهم في دور الثمانية من بطولة روما للماسترز. المصنف أولا عالميا نوفاك ديوكوفيتش واجه بعض المصاعب لتخطي البرازيلي توماس بيلوتشي. الصربي قلب تأخره بمجموعة إلى فوز ب2 ليضرب موعدا ناريا مع الياباني كيني شيكوري المتأهل على حساب الصربي فيكتور ترويتشكي.
المصنف ثانيا عالميا روجي فيدرير حجز مقعده في ربع النهائي بفوزه على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتين. السويسري سيلتقي في الدور المقبل التشيكي توماس بيرديتش الفائز على الإيطالي فابيو فونيني. ولحق المصنف الثالث عالميا رافائيل نادال بركب المتأهلين بتغلبه على الأمريكي جون إسنر. حامل اللقب 7 مرات سيواجه السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي تغلب على النمساوي دومينيك ثيام بمجموعتين. البطولة كانت قد خسرت يوم أمس البريطاني أندي موري بعد إعلانه الانسحاب بسبب الإرهاق. خلع في الكتف يهدد أمال ألبرتو كونتادور بالفوز بلقب سباق إيطاليا للدراجات الهوائية. سائق فريق تينكوف ساكسو تعرض لحادث تصادم مع عدد كبير من المنافسين في نهاية المرحلة السادسة. بالرغم من سقوطه على الأرض عاد إلى الدراجة وأنهى المرحلة مسجلا الزمن نفسه للألماني أندري غريبل الفائز بالمرحلة السادسة. كونتادور ينفرد حاليا بصدارة الترتيب العام وتفصيله ثانيتان عن أقرب ملاحقيه الإيطالي فابيو أرو من فريق أستانا. مع هذا الخبر ننهي الموجز الرياضي. عودة إليك رامي لاستكمال النشرة. شكرا لك يا أماني. والآن إلى فقرة الماضي الحاضر.